الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. قررت اللي انا باش نترشح على خاطر الوضع المزري اللي تعيش فيه، نشوف اللي تعيش فيه البلاد بصفه عامه وبصفه خاصه صفاقس والصفاقسيه اللي هما ديجا منسيه. لذلك علاش قررت اللي انا نقدم الترشح باش نعمل الخطوه هذه ونغير حاجه للبلاد، وان شاء الله نكون عند حسن الظن يا ربي. وشاركت اليوم في الدوره هذه اللي هي علمتني بالترشح. شنو اهميه المشاركه في الدوره هذه؟ اللي انا تعلمت منها برشا حاجات. اللي انا دخلت كما قلت لك انا عمري 24 سنه، اول ظهور لي واول دخول لي في المجال السياسي دخلت باش نتعلم كيفاش نجم نخدم الحمله الانتخابيه نتاعي، كيفاش نجم نتواصل مع الاعلام، كيفاش نجم نتواصل مع مجموعه كبيره، كيفاش نجم نخاطب نقول انا كيفاش نعمل اجتماع شعبي، كيفاش نجم نخاطب مجموعه كبيره من الاشخاص، كيفاش نحب نوصل فكرتي. كما قلت لك ان شاء الله نكون عند حسن الظن يا ربي. وكها جمعيه المراه والرياده هي تسعى من تكوينها ان يتوصل النساء والشباب الى مواقع القرار، مواقع القرار في المجالات الكل سواء سياسي اقتصادي اجتماعي. المهم المرأة توصل لموقع قرار اللي هي جديرة به واللي هي باش تحدث به التغيير والاختلاف على اللي صاير، لأنها دبور ماهوش مزيان، لأنها مواطنة كاملة الحقوق، لأنها مثقفة، لأنها قارية، لأنها عندها الكفاءة اللي تخول لها باش توصل لهذه. احنا شنو التأثير اللي يصير؟ لأنه عامة نعرفوا اللي احنا في مجتمع ذكوري بارك الله فيك، والفكر الذكوري راه مش عند الرجال برك، عند النساء زادة. هذاك اللي يعمل لينيبيسيون، معناتها ما يخليش المرأة تقدم على خاطر تقول لك باش نضيع داري، باش نضيع كذا، دونك تنقص من حظوظها هي وما تقدمش بالسرعة اللي حشتها بها، لأنها عندها حاجات أخرين تجبدها لتالي. احنا المهمة متاعنا أن نأثروا، أن نعملوا زادة مناصرة باش السياسات العامة تتغير لفئة المرأة. مرأة عندها صغار، إذا كان ما تلقاش جاردان دونفون كيما يلزم، إذا كان تلقاش ستركتور باش تحط فيها صغارها وتبدا مطمنة باش هي وقتها تمشي تخدم في الليل ولا في النهار ولا في كذا، عندها حاجات مطمنة عليهم هي وكذلك الرجل. يعني كي نحكيو احنا مانيش ضد الرجال، معناتها لازم نفهموا منظومة النوع الاجتماعي راهو تثقيف للاثنين. أنا نقول للنساء ما تسكروش على قدراتكم، ونقول لهم وعيوا وفهموا للمحيط نتاعكم القريب والبعيد اللي ذيك حقك انك تحب تحقق الحاجه هذيك، حقك. انا حلمت بالحاجه هذيك وقريت وتعبت على الحاجه هذيك وخدمت على الحاجه هذيك، نحب نوصلها، حقي. ولهذا الناس كل يلزمهم يحترموا حقي ويلزمهم يعاونوني باش نخلط لهذيك. اليوم سعدت جدا بتلبيه دعوه فام ليدرشيب باش يعلمونا اليات التواصل مع الناخبين، كيفاش نعملوا حمله، كيفاش نتجنبوا الخروقات، نتعرفوا على القانون الانتخابي اكثر واقرب، وان شاء الله يا ربي ما نكونوا احسن ممثلين لجهتنا ان شاء الله. ترى انه المراه معناها في قاعده تقدم، قاعده تاخذ تفتك في الحقوق نتاعها في ال... انا اني نحكي على المراه في افتكاكها للحقوق انتقاص منها هي، على خاطر انا نمن اللي المراه والراجل في نفس الكنف من المساواه، الزوز مواطنين، ونحكيوا لنا المواطن كيفاش يفك اكثر حقوق وحريات. انا كيفاش نقسم ونعمل تنويع اجتماعي ما بين المراه والراجل في حد ذاته هو تقزيم بحجم المراه في المجتمع. ان شاء الله نكون صوت واحد، وان شاء الله يا ربي نراو برلمان في اكثر شريحه متمثله بالنسبه النساء. هي بادرة كانت من الجمعية لتكوين النساء المترشحات للانتخابات الشرعية 2022، خاصة وأنه عدد النساء قليل برشا المرة هذه في الترشح، دونك كانت بادرة حلوة الحقيقة، وأنه نتكونوا في معناتها كل ما يهم الاتصال والتواصل سواء مع الصحافة ولا مع الناخبين في فترة الحملة الانتخابية بتاعنا، خاصة بالنسبة للي هما جدد وما عندهمش معناتها خبرة سياسية قبل. الحقيقة فما برشا ديزوتي تعلمناهم، فما برشا معلومات، فما براتيك، اكتسبنا برشا خبرات جديدة الحمد لله. إن شاء الله ننجحوا نحن بيدنا في الحملة الانتخابية بتاعنا، إن شاء الله الناس تقتنع بينا وتحس الصدق في كلامنا وفي نوايانا، إنه نحن قادرين رانا كنساء نخدموا تونس باللي بالحاجات اللي نعرفوهم الكل، بالحاجات اللي نحن قادرين نعملوها لمصلحة تونس ومصلحة الجهة اللي نحن مش نترشح عليها. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.